5 وفيات تضرب الوسط الفني. اعتذر عن مدرسة المشاغبين بسبب عادل إمام وسعيد صالح وأحب بناته حبا حريميا. لحظة انهيار زوجة هادي الجيار وابنته أثناء تشييع الجثمان. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نصل بهذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب الفنان الراحل هادي الجيار ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع هادي الجيار. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. هكذا نعى عادل إمام صديقه هادي الجيار. نعى الزعيم عادل إمام الفنان الكبير هادي الجيار الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 10 يناير عن عمر يناهز 71 عاما، ونشر الحساب الرسمي للزعيم عبر موقع فيسبوك صورة تجمعهما علق فيها البقاء لله الفنان الكبير هادي الجيار خالص العزاء للأسرة الكريمة. لحظة انهيار زوجة هادي الجيار وابنته أثناء تشييع الجثمان. دخلت زوجة الفنان هادي الجيار وابنته في حالة انهيار تام قبل لحظات من صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسادت حالة من البكاء على الراحل الذي توفي فجر الأحد بعد إصابته بفيروس كورونا. ورافق نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي جثمان الراحل هادي الجيار إلى مثواه الأخير عقب صلاة الجنازة عليه في محيط مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. وشهد المسجد حضور عدد كبير من الفنانين والفنانات وعلى رأسهم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي. وكان الفنان الكبير هادي الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية. ويذكر أن الفنان الكبير هادي الجيار لم يستكمل باقي مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل. وكذلك منع الموت الجيار من استكمال تصوير مشاهده بمسلسل موسى مع النجم محمد رمضان تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة. وتواجدت أسرة الفنان الراحل هادي الجيار قبل دقائق من صلاة الجنازة على جثمانه بمحيط مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالسادس من أكتوبر في حالة انهيار تام. شريف منير هادي الجيار اسم على مسمى. قال الفنان شريف منير إن رحيل الفنان هادي الجيار خسارة كبيرة جدا لنا، وهو بالفعل اسم على مسمى، شخصيته هادئة ومحترمة وحنونة جدا. وأوضح شريف أنه منتبه للغاية فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا، وكما قيل الكمامة هي السلاح الأول، والامتناع عن النزول بلا أسباب سلاح ثان يستطيع الإنسان استعماله في مواجهة شراسة الفيروس. وقال إننا فقد الكثير من الأعزاء في هذه الفترة، منهم من كنا نعرفه ومن لم نكن نعرفه، ومنهم من كان مريضا بأمراض مزمنة أو مشاكل صدرية، ومنهم من لم تكن عنده أي مشاكل لكن مناعته كانت ضعيفة. وأضاف شريف منير أنه عمل مع هادي الجيار في مسلسلين بر الدنيا والزيبق مع الفنان كريم عبد العزيز، وبين المسلسلين بقي نفس الشخص واسم على مسمى هادي، وهو هادي شخصيته هادئة ومحترمة وحنونة جدا ولا يشتكي، وكان ينتظر بملابسه والمكياج الخاص به إذا تأخر موعد بدء تصوير مشاهده، وطريقته في الكلام مع الكبير والصغير محترمة جدا. وأوصى شريف منير الجميع من خلال البرنامج بعدم الاستهانة بموضوع كورونا وبممارسة الرياضة التي تساعد على المقاومة إلى جانب أكل الخضار والفواكه، وطالب العاملين خلف الكاميرا في تصوير المسلسلات بوضع الكمامة وغسل اليدين دائما داعيا الله أن ينزع الغمة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية.
سيمون تؤدى عاد الجيار، الله يرحمه، تشرفت بالعمل معه. نعت الفنانة سيمون وفاة الفنان هادي الجيار الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ينازل 71 عام متأثرا بفيروس كورونا. ونشرت سيمون عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنان الراحل وعلقت عليها كاتبة: يا هادي يا فنان يا محترم يا إنسان يا جميل، الله يرحمك يا غالي، اتشرفت بالعمل معاك. يذكر أن الفنان الكبير هادي الجيار قد تعاقد مؤخرا مع شركة سينرجي على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكي. سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل. كواليس خاصة من حياة هادي الجيار، منع دخول ابنته التمثيل وزوجته رفضته في البداية. رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان القدير هادي الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا، ونقل على إسرائيل مستشفى الهرم، ووفاته المنية بداخله عن عمر ينازل 71 عام. وكشف الفنان الراحل هادي الجيار في حوار مع فيتو السبب وراء رفض دخول ابنته مشيرة عالم التمثيل وكواليس من زواجه. وأكد الجيار أن التمثيل مهنة صعبة ومتعبة للغاية في كل ظروفها، لذلك كان رافضا بشدة دخول ابنته مشيرة هذا العالم، ابنتا مشيرة وبسنت. وأضاف: رزقان الله تعالى بمشيرة وبسنت، وهما بالنسبة لي نور عينيا، وأحيانا أشعر بالضيق من نفسي بسبب حب الحريم لهما، مثلما كانت أمي تحبني والتي أحبتني بشكل لا يمكن وصفه، حيث كنت مميزا عن أشقائي في تدليلها لي كوني كنت الابن البكري، وكنت ألبي لها كل طلب تطلبه مني دون حرج أو ضيق. وقلبي بيرفرف على بناتي خوف وقلق زي ما كانت أمي معايا بالظبط، وهو لست الرجل الشديد وقوف في علاقته مع أبنائه. أما قصة زواجه، وعن قصة زواجه أكد الفنان هادي الجيار أن انشغال الممثل أحيانا بالأعمال الفنية قد ينسيه الزواج والاستقرار الاجتماعي. متابعا: في الحقيقة أنني لم أكن أخطط للزواج على الإطلاق، إلا أن التقيت بفتاة جاءت إلى مسرح الريحاني مع صديقتها، وقتها كنت أشارك في مسرحية مع الفنان حسن عبدين، وشعرت بحالة عجيبة تجاهها ومال قلبي إليها. وأضاف ضحكا: لم تعجب بي أو بشخصيتي، للدرجة التي دفعتها أن تقول لصديقتها عني بأن دمي تقيل وأخنوه من رقبته. وبعدها التقينا مجددا وأصبحنا أصدقاء، وما دفعني للزواج منها لأنني رأيتها امرأة تتسم بالجدعنة وقادرة على تحمل المسؤولية. وأرضف: موقف زوجتي معها تحمل كل الحب والدعم. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي لا تنسوا أن تدعوا للمتوفى بالرحمة والمغفرة في التعليقات، ولا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي